إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا مشروع بعيد عن هذا المكان. المشروع هذا هني، أنا رتبت هذا المكان على أساس مجموعة أشياء بخبركم إياها، بس براويكم شيء سويته هني. هني يوم شليت الزون استوى المكان أوكي ويت على الفلتر، بس ما كملت باقي البيوت صراحة. أنا زين، واخترت هذا البيت وتميت شو أسوي، أحطي من نوع بيت معين وقام ينحط يعني عادي، يعني ما بدون مشاكل، بس ما حبيت أكمل زيادة صراحة، فخليتهم بيوت صغار بما أنهم طالعين على ثيم واحد، مع أني مسحت الثيمة بس طلعوا على الثيم اللي حطيته، فحطيت مجموعة بيوت كبار وأحس أني بندم عليهم صراحة. عقب يمكن أغيرهم، ما أعرف، بشوف. انزين، الشيء الثاني هني اليوم بيكون عندنا هذا المكان مكان سياحي، والتارجت أن نحطي هذا هني. بس قبل لا نحطي هذا هني لازم نحطي مجموعة أشياء. يعني أول شيء المنطقة هذه يا أصدقائي بكبرها اللي كانوا يتريون المنطقة السياحية، الناس قالوا دخيل وين المنطقة السياحية؟ ترى كل المناطق فيها أشياء سياحية للمعلومة. زين، بس هذه المنطقة اللي هي راح تحمل الأشياء السياحية الأساسية، وراح تنقل لنا مثل ما تقولون الخريطة الى مستوى ثاني. بس لو تون مثلا على المستوى العام للخريطة ونضرب المنيو واقول لكم اماكن السياحية، يعني بعض الاماكن السياحية لكن مش الضخمة. السبيس الفيتر المفروض يجيب الناس، بس قبل اني بسبيس الفيتر محتاجين شوية اشياء. اول شيء، كل شيء بنحتاج مطار دولي الستاندرد اللي موجود عندنا، وهذا كمطار دولي موجود عندنا بس بنحطيه بشكل شوي طولي. المطار الدولي بعد ضمن المنطقة السياحية لسبب معين جميل. أنا أوريدي محدد أماكن معظم الأشياء على الخريطة الصراحة، بس مثلا المطار هذا شوفوا عندنا التول هذا، كي تدقون كليك وتدقون الشارع اللي تبونه مثلا هذا، وعفوا لازم تدق علامة التعجب تن المود، تدقون كليك التون على الشارع اللي تبونه أبجريد. حلو، الحين في هالحالة أنا شو بسوي؟ بحاول إذا أسوي شفت ما يستوي، شوفوا بعدين تون تسوون أبجريد، كليك علامة التعجب، كليك كليك أبجريد. إنزين، كليك عفوا علامة التعجب، كليك على الشارع اللي تبون تسوون أبجريد، بعدين شلوا الشارع وخليكم على علامة الأبجريد اللي تحت أصلا موجودة. خلنا ننظف شوي المكان من اثار الوساخه وغيره. انا توي ذكرت ان انا متاكد اني ناسي موضوع الماي وهاي الامور. انزين، خلنا نسوي خط ماي. يا الله يا كريم، على فكره زدت محطات الماي اللي موجوده هني وايده، بس على اساس ما نطول موضوع الماي حق كل المنطقه. بس حاليا بنغطي المطار من هني مثلا، عفوا لسنا بنقنبه، زين بغطي الماي بالطريقه هاي حق المطار شوية، مو بعد اللي هو بس اتس فاين يعني. ما خلاص ما بروح كريزي لينير مود. هذا كان حلو يوم كان عندنا المود اللي يخليهم مع الشارع، تذكرون السيزون الماضي تقريبا كان هذا، ولا الموسم الماضي. خلينا نتكلم. انزين، الشيء الثاني طبعا سالفة اني امد حبة حبة ادق تحت الارض سالفة طويلة، فشو بسوي؟ بجيب من هني نقطة بنسحب هني، هذا بيروح طول الخريطة حق الأماكن اللي راح تستوي الحين وحق في المستقبل على مدى الهاي واي. ومن هذا نحن بنمد النقاط الثانية اللي نحتاجها ككهرباء، مثل كهرباء المطار هذا. الحين هذا المطار كهربته، عفوا مش كهربته، شوارعه لازم تكون منفردة. من أي ناحية؟ أول شيء الشارع هذا مثل ما لاحظتوا أنا استعملت الأربع شوارع الضخم لأسباب كثيرة، منها احنا بنحتاج خدمات كثيرة عند المطار. اول شيء خلنا نختار شارع مايل، وخلنا نطلع منه خط قدر الامكان سيده، نختار شارع مايل ونطلع منه خط قدر الامكان سيده، ونحاول نمشي سيده بالطريقة هذه. هذا كله منطقة المطار على فكرة، يعني خلنا نسوي بالعكس، خلنا نمشي بالطريقة هذه وخلنا نمشي تقريبا الطريقة هاي، نسوي وصلة بالطريقة هذه. انزين، بخصوص هذا المكان ممكن شوي بس ندخل داخل. زين، الحين هاي منطقة المطار نوعا ما راح تخدم وايد اشياء عندنا موجودة. اول شيء لازم نوصلها في شارع رئيسي. شارع رئيسي
بيكون بشكل أساسي مجموعة شوارع، مش شارع واحد يعني. الشارع الرئيسي بيكون بمجمل الحال دوار طالع من هني، زين. هذا الشارع رقم واحد اللي موصول، اوكي. وبيطلع دوار من هني في المستقبل، الحين ما في دوار، زين، بالطريقة هذه. وهذا يرسم لنا المخطط الأساسي حق منه المدينة. طبعا في مجموعة خطط بس بمر عليهم بعدين، مش الحين. الحين جالس أرويكم المخطط الإجمالي للمكان، الطريقة هاي والميلة بالطريقة هاي، وندخل الشارع. وصار عندنا شارع متصل بمنو، بمنطقة المطار. منطقة المطار أول شيء نبي نطلع منها شكل مثلثي بالطريقة هذه. هذا المكان راح يحتوي على مجموعة أشياء. طبعا أول شيء راح يحتوي، نبغى نحطي مش مطار دولي، نبغى نحطي ملتقى قطار مع مترو، وهذا راح يكون بجانب منو المطار بالطريقة هذه. الناس تمشي من المطار للطريق هاي، لان الحين هذا لازم نمده للمدن كامل، وما ينفع نمده نص مده وهذا وغيره. الحين السالفه نوصله بالطريقه هاي، وهذا نوصله بالطريقه هاي. المكان هذا راح يكون ريتش، مش بور على فكره. لحظه، هني هذا المترو اللي في خط اصفر، هذا اختار المترو زين داخل، لانه بنسوي اندر جراوند، لان المترو يا اصدقائي راح يكون بالطريقه هذه. بني عفوا المترو هذا كان نسوي بالطريقة هذه. إذا ممكن يعني تسمح لنا يعني يا صديقي، زين. وبنحاول نمد خط سيدة قدر الإمكان، لأن ليش؟ لأن المترو بنسوي دائرة هني. أنا أراهنكم إن كلفنا بلاوي. ما بعيب ان الخط، لحظة فرقت على شوي هذا، زين. المترو بالطريقة هاي، بنسوي اول راوند من هني، عفوا بنسوي create a new line. الطريقة هاي يوصلنا لخط المطار ويرجعنا المدينة. بنسوي خط ثاني new line، create a new line، ان شاء الله يبنى هني. قولوا ان شاء الله، يا سلام، يبنى هذا الخط من غير اي وقفات، يرجعنا هذاك سنتر المدن. تذكرون انتو سنتر عندنا العاصمة، الناس اذا تبتي مكان سياحي عندها مترو من مكان اساسي. هذا المكان الاساسي مالنا، مجمع المتروات اللي يجمع المدينة كامل. فقمنا نوصل كل شيء فيه، خلاص عرفتوا. الناس اللي بتي هنا عليه زحمة اوريدي ما شاء الله، يعني الناس بتي هناك، وعندنا النقطة هاي، النقطة فيها ما شاء الله زحمة طيبة. من ورا هذا ممكن الناس تمشي، ما في زحمة يعني، بس ممكن الناس تمشي لهني. انزين المطار. الأشياء الثانية الثابتة، أول شيء الشيء اللي تكرهونه أنتوا أكثركم باركينجز. بس الحين أبا مش الباركينج العادي، أبا المبنى مال الباركينج، مبنى الباركينج، المبنى. المطار لازم يكون فيه مباني، المطار دولي هذا، نحن نتكلم عن مبنى كبير. لحظة الحين إذا أنا سويتي ويب، كان حديقة هو ولا شو كان الباركنج؟ مبنى الباركنج، أنا كان عندي مبنى باركنج. هذا باركنج بارك، ما أبا. أنا متأكد إني منزل مبنى، بس الصراحة مش قادر أذكر وين كان مكانه. حتى في الفايند مود هني إذا بكتب، بتشوفوا بارك، قبل أكتب باركينج. إنزين المفروض يكون عندي مبنى للباركينج. أنا نزلت مبنى، ما نزلت الحين، مش قادر أذكر. إنزين بغض النظر، بنحطي واحد اثنين، واحد اثنين باركنات هذه الحين حاليا حق مدخل المطار، انزين. والباركنات الصغيرة، انتم تعرفون سيستم المطارات، باركنات متربيض، اوكي.
هني ما بيكون احسن باقي المطارات ترى فكرة. زين الطريقة هذه، والباركنات تكون غالية ترى في المطارات، تكون باركنات اول شيء كمية مش ضخمة، نفس اللي بتشوفون الحين، بس ممكن نتفق ان احنا على هذا نوع هذا البارك. نحن طبعا في وايدين ما راح يتفقون وياي، انا متأكد من هذا الشيء، وراح يزعلون من موضوع الباركنات اللي فوق المطار. اوكي، لكن انا ما باكم تزعلون مني، باكم تفكرون متى دشيتوا مطار وما في قدامه قدام المطار بالضبط مجموعة باركنات. خلنا نقدم هذا هني، نقدم هذا بالطريقة هاي، ونحط هذا هني، هني بالشارع شوية، هني هني بالباركن أقرب. ونفس الشيء هني ندق كليك 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 كليك، بندق على الكيبورد يمين 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 يسار حبة، بس استوى هني موضوعه في اللبن زي، بس هني شوي يسوي بالطريقة هاي يستوي. اوكي اوكي الحين اهم شيء احط على الشارع شاير على هذا الشيفت كنترول، هذا شارع رئيسي خلاص ما حد يكلمه. انزين هذا مسرى المطار الاولي والاساسي قدامه مجموعه باركن، لكن من سالفه مجموعه باركنات ما منها فايده ترى، يعني انت تقول مجموعه باركنات بس ما منها فايده، بس مجرد مجموعه باركنات. فبنحط اشياء ثانيه. الشيء الاول، اول شيء بنحطيه فنس، ولا هو الحاجز اللي في العادة يكون على كل باركنات المطارات، حاجز مش اويل اندستري، لان اويل اندستري خايس صح؟ لا اوكي صراحة الحاجز بنحطي حاجز بالطريقة هذه، حلو اساس الناس ما تتهور تدعم بعض. هني طبعا ما بيكون في اي مباني بالطريقة هاي لهذه الحدود. طبعا هذا شوية اللي هني تسوون، تجيبون الموف التول، حركون هذا هني لزاوية المطار، هني بحرك انا، تسوون بالطريقة هذه تسحبون هذا هني شوي، اموركم طيبة. ونفس الشيء بخصوص هذا البارك نسوي تشيت، في بعضكم انت كنت توقع انه مايل المفروض يكون سيدة اكثر، بس لا يكون السياج مايل، مش في غلط انا مسوينه، في انا الحين راح اميله، هذا بالفرق بس بالطريقة هاي نسحب هذا تحت. انزين الحين هذه رسميا حديقة المطار ولا المدخل من المطار، بس ما بتكون مسمى حديقة يعني. انزين فشو بنسوي؟ بنسوي فيها ممرات، الممرات راح تكون عندنا هني، نبغى شيء لون مقارب للون الارضية اللي هني بالطريقة هاي، بارك باث ولا بوشير بارك باث، والله اقدر استعمل هايل بيكون الوات وايد، ما بدفع الناس هني فلوس، مش وايد فارقة وياي موضوع الحدايق. الطريقة هذه زين، نسوي الشارع لين هني، نسوي لنا شارع من هني لين هني، هذا على الأغلب نبغى نحط له شارع ثاني مش بالطريقة هاي، بنسوي له هاي شوية تعديلات شوية adjustment، نعدل الشارع مع الممشى ونعدل الزاوية هني، ويستوي عندنا ممشى حق المطار، بس ناقص ممشى ثاني واني بس بالطريقة هاي. شوفوا صار عندنا مكان تقدر تمشي فيه الناس، بس بني هني بني هني نبى كروس ووك قدامه الناس تقدر تمشي. اوكي حلو، ونبى بين هاي الموصولات يكون يعني ما شاء الله اوريدي بدو الناس يجون، ونحن بعدنا يعني تونا شغالين في المشروع. وصل بالطريقه هذه، ونبغى وصل بالطريقه هذه، والناس قاعد توقف سياراتها، وفي كراسي وشي عرفتوا، ما شاء الله في زحمه في الباركنت، والله المطار يمكن يستفيد من اكثر الزحمه على فكره. زين الحين هذا عفوا هذا ممشى، هذا ممشى، هذا للنهاية ممشى، بعدين مش لا بالطريقة هذه، بعدين هني، بعدين هذا راح ممشى هني، وهذا راح يكون ممشى تقريبا نفس الشيء، مش مش 100%، وهذا ممشى هني، يعني هذا بيحتاج هني شوي، هذا بالطريقة هذه، هذا بالطريقة هذا، هني بالممشى بالطريقة
هذه بدون أي مشاكل. هني نقدر نسوي بعد اللي هو خط ومعبر مرور المشاة. ليش؟ لأن هذا المتوقع أن يكون زحمة أصلا، ف المطار هذا ما راح يكون هين وراح يكون مزحوم. زين، بالنسبة للمساحة الخضراء، أشوف أنا من المنطقي أن يكون عندي مساحة خضراء، بس هذا الشيء خلنا نعدله. زين، بالطريقة هاي بنعدل الشارع هذا. ناقصني السياج هني. شبكة بقى، شبك 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 شبك. مش هذا مال السجن؟ والله نقدر نحط شبكة بروحها. والله هالشي خطير، هالشي بنستفيد منه الحين. صبر، بنستفيد منه هني بشكل جميل. يعني نحطي هذا هني وبس، خلنا نعدله مع الباقيين. يعني هذا نفس الطريقة فوق، هذا خليه شوي سيدة أكثر، هذا وهذا شوي سيدة تحت أكثر، وصار عندنا ممشى للمطار. ما شاء الله مزحوم المكان، يعني شوفوا الزحمة اللي هنا، في ناس تمشي لين. نعم، إن في ناس تمشي لين، ما شاء الله في زحمة. الحين نبني بخط القطار. خط القطار لازم يجي من وراء المطار نوعا ما. زين، لأن هذا أصلا المحطة هذه حق قطار وحق شو؟ حق قطار وحق، لحظة. زين، نبنيبه هذا بالطريقة هاي، بنيبه بالطريقة هاي، وبنيبه هاي الطريقة هاي. زين، بس شو أبغى أسوي؟ أبغى أسوي شوية طريقة حق الناس الخارجية. ممكن نستعمل الخطار حق وصلات داخلية، بس ما أحس الحاجة. يعني عندنا مطارات وعندنا وعندنا، وما يحتاج هذا. هذا هني موصول، هني بالا صح موصول، بس باب حب أكيد. شوف يا سيدي، شوفوا يا سيدي يا أيها الجماعة الخارقون. إنزين، هي هذا شغال بيسوي سيرفس للناس. الحين هذا كم ياب؟ هذا أوريدي ما عندنا أماكن سياحية ب 96. زين، وين قلت لكم بينفعنا ذاك الشبك؟ شفتوا مال الحديقة ولا البريزون اللي سووه؟ شفناه اللي هو كان عندنا. وين توه كان موجود؟ توه شليته يا جماعة الخير، ولا هذا كان؟ لا والله انا ضيعت، ولا شو؟ انا شكلي ضيعت. تصدقون مو مشكلة. لحظة، بريزن، بريزن فنس، هذا موجود. اوكي، الحين هذا الشبك انا في شو راح استعمله؟ يا الله، زين الحين هذا راح يسوي لنا مصايب. صبر، راح نستعمل الشبكة هنا على اساس بس ما نغير نوع الشارع. شوفوا ان شاء الله يخليني ما اغير نوع الشارع. صبر، اوكي نايس. الحين نسوي بالطريقة شو هذه الشارع. اقدر اوصل الشبكة هنا؟ شوفوا اوكي، او بالاحرى اجيب هذا هني. شارع مرة محركة المشكلة، عرفتوا؟ نجيب شبك بالطريقة هاي، فبرجع هذا شوي ورا، بنلزقه في مبنى المطار. الحين هذا المكان مكان خدمات بحت. ليش حطيت شبك؟ عشان يعطي الفيل انه مكان مش مفروض حد يدخله. زين، هذا المكان شو بيكون فيه؟ فيه اول شيء اصدقائي الشارع، حلو بسيط صغيرون، بيكون فيه خدمات اعادة تدوير. طبعا اعادة تدوير مش بالضرورة تكون في المطار في العادة. زين، بس ان عندنا الامكانية راح نسوي هالشيء هذا، عرفتوا؟ ما تعدى تدوير هني موجودة عند المطار. خلينا نوصل بس كهرباء كهرباء كهرباء. انزين، هذه خدمات عدتها كم؟ 36 الى اخره الى اخره. الخدمة الثانية اللي نبغى نسويها اللي هي راح تكون مش هني، لا
اي ترى بنغطيها الحين، صبر. هذه بتكون شارع خدمات بروحه زين بالطريقة هاي. اي من هذا القبيل ياس افكر. اوكي الطريقة هاي خلنا نحطي خدمات الدفن هني، بوايد حلوة خدمة الدفن. انزين فبني بهني وين كانت الخطة اللي في مخي قبل اني اسوي خدمات دفن في الواقع هني فوق. انزين فشو بنسوي؟ بني بالشارع اللي نبغاه لين هني لين فوق، لان انا قبل خطة قديمة بس اساس شوي يكون مثل ما تقولون ايها. طب اذا نسوي بالعكس ممكن اسوي سيدة ترى، بس مب اوكي مب اوكي. قلنا نسوي مجال غصب يعني، بنصغر الفرشاة هذي وراح اجيب هذا المجال واكسره، وراح اجيب هذا المجال واكسره، وراح اجيب هذا المجال واكسره. بالطريقة هاي نقدر نمد شارع. وايد الحبيب ماخذ الموضوع بحساسية. يا حبيبي ترى عادي الدنيا سهلات يعني، لا تزعل يعني. بس اوكي اللفة هاي مش غلط صراحة، بس نحن عندنا تارجت هني. هذا بعدين كنت بزينه صراحة، بس الحين شو صار عندي احتياج، انا صار عندي ناس يحتاجون خدمة الدفن هذه، عرفتوا؟ حطيت شيء حطي هني حاليا في كهرباء هني ما في صح. خلني بكهرباء من خدمات الدفن، وبعض الخدمات بتكون فوق هني. والله فكرة اذا يجيب بعد شو اسمه هني، اذا ضايقت من هناك في عنا الحديقة الكشخة هاي، الحديقة عفوا المقبرة هاي. المقبرة هاي تعتبر نوعا ما كشخة يعني، عرفتوا؟ زين نقدر نوسعها عقب، شوفوا شكلها مرتبوا فيها. شري سيارة بيروحون لين هني مفروض نظريا انهم يجون لهني، بس كذا واحد مسكين مات في الباركن والله يكسر خاطر. انزين هذا بحد ذاته اللي في الوسط تحولها الى شوي فيها سياحة في الوسط. اوكي الحين الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي راح يكون بالطريقة هذه. خلنا نشوف، بيكون عندنا شارع بالطريقة هذه، شارع بالطريقة هذه، شارع كده من هني لين هني. بني بشارع بالطريقة هذه، وشارع بالطريقة هذه، شارع بالطريقة هذه، وشارع بالطريقة هذه. زين اذا كلنا بالطريقة هاي شوي نرجعها ورا ونسوي لنا احنا اكثر بالطريقة هاي، خلي يكون عقلاني اكثر. شوفوا الحين هذا الدوار يقع عليه المطار مثل ما تقول هنا، ناس ينبتي بشوف هني تدخل تروح تميل. انزين في الوسط ما في شيء ابدا ما عدا مجموعة اشياء. الحين طبعا تقولون الشرطة والمطافي، هذا ما شاء الله الشرطة هني واصلة. من وين واصلة هني هاي الشرطة تجي بالطريقة هاي؟ واو خدمة السجون هني كل مكان توصل. كباسيتي مالي عندي 500 سجين، واو عندي 6000 كباسيتي، بس الشرطة ما صلوا واصلين كل مكان. مطافي مش واصلين، مطافي اللي هني بيكون من ضمن خدمات المطار اللي موجودة في هذه المنطقة. بوصل هني عشان استغطي مناطق اكثر. خدمة الهليكوبتر لازم موجودة، خدمة او مش مستشفى، بخلي المطار مركز دخول المطار يشوفون مركز ابحاث
صحية يكون عند المطار على أساس الناس تسافر لهالمكان. زين، مركز أبحاث صحية شو يسوي؟ patients مرضى. إذا تو هني في عندنا مرضى. أوكي صح، نسينا موضوع المي، أنا آسف. لأن المطار هذا بياخذ مجهود كبير أصلا إذا نبغى نزينه تفاصيل جميلة جدا. طبعا هذا التفصيل للحين أساسي. انزين انزين، الحين شو بيكون في المطار غير هذا؟ غير هذا بيكون في محلات. المحلات راح يكونون داخليا على شوارع ممنوع انهم يلفون. خلينا نسوي شوارع سيدة. واحد، لحظة خلينا نشوف الثاني. اوكي، اثنين، ثلاثة، وصلهم. خلنا نوصلهم في بعض بالطريقة هاي، نوصلها هني. نفس الشيء بالنسبة للطرف المقابل، بنحاول ان قدر الامكان اني بشيء سيدة عليه. واحد، رينا شيء بالطريقة هاي، هذا موصل هني. واحد طريقة هذا، شوفوا هذا صار عندنا شوارع المطار. في الوسط شو بيكون فيه؟ ولا شيء. هير زين، من الجر بار الصوب هير بار، هذا الاتجاه الطريقة هاي. ونفس الشيء بالنسبة للمكان هذا، شوفوا الحين هذا مكان يعني نوعا ما وسطي، بس ما بنحطي العماير متوزعات وايد، نحطي عماير هني تجارية وعماير هني تجارية. وحاليا راح نكتفي بهذا القدر. زين، لا نوصل الكهرباء طريق هاي. زين، الحين راح نكتفي بهذا القدر حاليا. ها شغال ما شاء الله. patient treated last week. اوكي نايس. انزين، ها شو وين هي هذا؟ انا نزلت ظني مود سيارات اشكال. زين، اشكال السيارة شوي غير عندي. زين، وين المطار الدولي مالي؟ المطار الدولي ترى مشروع خطير شوي، يعني شوي ريسكي. انا باني لنا قبل السياحة اللي هني، في احتمال تكون تكلفته عالية، لكن الميزة اللي موجودة حاليا يقدر 300 جايين، 300 نفر في هذا المقصر. ليش مبركنين؟ زين، اذا نشل هاي اللي منعه من الباركن، ترى بيزيد اللي بركنوه هني غصب. ها شوفوا، اوكي يعني مش نشوف كمية ناس هني. خلنا نسوي محطة باصات هني، بايو فيول بس، بايو فيول بس ستيشن هني. وبنحطي نبى الناس بس الباص يشيلهم من عند الباب هني، ينزلهم في الوسط، يرد ينزلهم هذا، يرد نبى باص ثاني بالعكس، شل الناس اللي هني، يجيبهم هني، نزلهم يمين، يرجع يمين. تسوي زحمة شوي في الوسط مو مشكلة، شارع ضخم ترى. انزين، اساس الناس تحصل طريقة نقل. ليش الحين وين محطة الباصات؟ عند مال المشاة، وهاي على ما اذكر قريبة يعني بتكون. ايوه بالضبط، نايس. شوفوا نايس، معناها الاثنين الباصين بيشتغلون عدل. شوي مايل لاني حاولت امشي على تفاصيل الخريطة وافصل اعزل هذه المنطقة عن باقي المناطق، وسويناها على اساس ان الشبك والله يبغى الشارع كله يكون مشبك، بس احس حرام يعني. ليش واي وود وي يعني على قولتهم، احس ما له داعي. انزين، بما ان هني انا عندي خدمات، اقدر احط قدام المستشفى واحد من هذيل السفري اساس شو كل الناس. بس هذا عود وايد، خلينا نشوف هذا كم حجمه. هذا بعد ضخم، بس نقدر نحطيه غصب. لو حطينا غصب بيبين، ما نقدر نحطيه بدون ما يبين. زين، نقدر نسوي له منطقة خاصة فيه.
الشكل هذا، ونمد طلع شارعين من هني اللي هم يلا بسم الله من هني لين هني، وشارع من هني لين هني، وشو نسوي بعدين؟ اني بالشارعين الصغار نطلع بالطريقة هاي ونوصل الشارع من وراء هذه المقبرة بالطريقة هاي ونوصله بالطريقة هذه، وصار عندنا نفس حلقة وصل. على فكرة المقبرة هي وايد حلوة، وايد حلوة وحل أنيقة تحسونها شوي. الخدمات نحن باستمرارية نحتاج نحط خدمات، يعني ترى الخدمات هي اللي تكلف كل شيء تقريبا في المدينة، لا تتوقعون أنه مو شيء رخيص أو شيء يمكن تعامل وياه بسهولة، لا 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 أبدا 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 أبدا. الحاصل يا أصدقائي الحين هذا تشكيل أولي للمكان، بس المكان بعدني مش مقتنع. خلني هني، هذا شو محتاج؟ بروجكت إيدن، هذا مكان سياحي بحت لازم نفتحه. بما أن نحن عندنا هني أماكن، بنكتب بزنس بارك بيكون. الله الحين أيوة الناس تدخل هني، ترى المكان لحظة خلنا نشوف بزنس بارك. والله البزنس بارك ما في إلا أنه نحطيه في الوسط، والله مش غلط. شوفوا الوسط هني الطريقة هاي في نص المطار، والله عطانا شكل يا الربع، انه حرام ان انا حاط حوله شو شير هاي. خلينا نشيل الشير دقيقة، نحطي هالطول، نشيل الشير اللي هني كامل زين، حطي اوحد مكانه. هذا كان الناس التي توقف هني، عرفتوا قوم ميموريالز وهالسوالف هاي، ناس التي هني وتستانس. هلا ندفى خفيفي زين، شوفوا الوضع هني، شوفوا يا رب ممكن قابل للتعديل شوي بعد. اللي بيقول لي ترى في شير، ترى هذا من المبنى مش مني انا. هذه خلنا نشيلها بس بالطريقة هاي، شوفوا بزنس بارك، الناس تقدر تي على طول تبدا سياحة. ترى شوف المكان، ترى خطير هالمكان، انت اكثر ما انت تتخيلون. عفوا هذا مكان سياحيا، هالمكان المفروض يكون خطير. الناس الحين تي لون تحسون ما في شيء، بس الناس تي هني. انزين المباني اللي بنبنيها هني، بحدد المباني، خلينا نكتب هوتل مثلا ونشوف المباني اللي هي فنادق. حلو، 3 × 4 هوتل. اوكي ببني، ابى ابني الاشياء اللي تبين كلها قطعه واحده. صبر، هذا يبين قطعه واحده، عندكم هذا يبينون، عندكم هاي اللي يبينون قطعه واحده. ان بيتش هوتل لا، داون تاون هوتل هذا حلو بيكون، بس خلنا نشوف شكله. صبر، مكتوب عليه هاروزر كوساي ما ادري منو هوتل. انزين هذا ما عجبني، ابى شيء يبين انه كامل نفس الشيء. يعني اذا احطي هني هوتل هوتل هوتل، واحطي هني هوتل هوتل هوتل، احطي هني هوتل هوتل، هني بيجي بالضبط زين. يحط هني اللي هو هذا، واحد اثنين عفوا يعني ما يستوي، يحط هني واحد اثنين. ابى كلهم نفس المبنى، ابى المكان موحد بشكل كامل. اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، اثنين ثلاثة.
هذا استوى توحيد في تشكيلة المكان. صبر، في واحد ناقص هنا، ليش ما بنى؟ محتاج اسوي كوميرشال هنا على اساس انه اوكي. طيب واحد ثالث هنا. الحين الاماكن الفاضية ما بخلي شيء ينبت فيها هذه الاماكن. اوكي، واحد اثنين عمر خلفي، شوفون مكان واحد اثنين، يعني هالمكان بزنس، توجه بزنس بحت، واحد اثنين، واذا بنا شيء في الوسط انا بشل الزون، بخليها الحين كذي، اذا بنا شيء في الوسط بشل. هذا بالطريقة هاي مباني، وبالطريقة هاي مباني، هايل بما انهم ركبوا عند بعض، واحد اثنين واحد اثنين، انت نفس اللي هناك، واحد الطريقة هاي ثلاثة بالطريقة هاي. نايس 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 نايس، زين. هذه الفنادق اللي راح تكون في المنطقة كلهم يونيفايد، لان شوفوا مشاريع الضخمة وايد تكون بالطريقة هاي، زين. في يمكن تقولون غير واقعي، لكن كالشكل بالنسبة لي خطير جدا. حلو، هاي دنسيتي كوميرشالي، كوميرشال بيلدينج. حلو، جنب المطار هني ابو اسوي شوي سكني، بس مش الحين، يعني الحين هذا شوبينج مول كاتب، بس انا كاتب اساس انه هوتل، زين. بس الحين هذا المكان هذا استوى شبه سياحي، بعده يباله شغل وايد، لان لازم نبدا نشتغل هني ونشتغل اماكن ثانيه على اساس يبدا يطلع الفائده الفعليه ماله. لا تنسون نحن عندنا بيستوي هني زحمه عاليه على المكان هذا جدا، في خلال هذه الزحمه ان شاء الله راح يعني نتمكن نسوي انجازات كبيره هني. ما بيكون في مباني، ما بيكون في شيء، مطار يعني. راح خلنا نشوف الحين من على اخر الحلقه، نحن خلنا نمسك هذا البيك اب، اسمه بيك اب، زين. خلنا نشوف شكل المكان، والله المحطه جميله. شو العالم هاي؟ دعمه، هي هي، اذبحهم اذبحهم اذبحهم، كلهم لابسين ازرق. شو لف يمين يا مسلم، لف يمين، زين. بناخذ واحد يمين، باص فولكس فيجن، يلا يا سلام. كل شعب لابس ازرق، شو السالفه؟ في تخفيضات على اللون الازرق ولا شو؟ اب لف يسار، من بيصير يبركن؟ ايه شكله بيروح يبركن. اح اه الله، والله شوف الموري شكله حلو، المباني شكلهم انا راضي عنهم الصراحه. والله في زحمه على البركنات، فلا احد يقول لي والله البركنات ما منها فايده، عفوا يعني، زين. لا احد يقول لي البركنات ما منها فايده، شوفوا الناس في المطار قاعد توقف، قاعدين يستعملون باركنات، في عندنا زحمه في المطار، وتو بادين مشروع المطار، يعني الحين ما مدان. نحن ترى الحين وايد مشاريع انا اخليها، تعتقدون ان مثلا مخلينا نفس هذا المشروع، لكن مش مخلينا، زين. انا الحين بطور اماكن وبرجع لها المكان، حلو. ونفس الشيء هني، لا هني خالص خلاص تقريبا. يمكن اكبر عقب، في زحمه هنا شارع اصلا، في حد؟ ما في حد. الشارع مدينا اصلا لهني وسوينا تشابك مع هناك. اوه هاي ما عندهم ماي، انا باهم يشتغلون الطريقة هاي. عندك كنترول كذا شوي، انا اقول ليش ما يشتغلون؟ نت انف ووتر الجماعة كلهم. على فكرة انا كبرت مكان ماي شوي، زدت حبات ماي وبيمتد لين هناك، يعني لين هنا كامل بيكون منطقة هاي خدمات اصلا، حتى هاي بتخدم وايد ناس، يعني بيخدمون كمية بشر وايد، انزين. بس حاليا المكان نفسه جميل، ترى المكان نفسه جميل، يعني هاي اعتبرها حديقه وهاي السوالف. بس اللي يبالنا الحديقه اللي في الوسط، يمكن نبدا نشتغل على حديقه كامله هني موحده، على اساس ان المطار يكون في حديقه، وعلى اساس الناس تمشي بعد. لا تنسون هاي السياح، يعني نازلين البلاد هاي يدورون عالم مكان سياحي، فبنصير تشوفوا المترو ما شاء الله شغال بعد، يعني المترو قاعد يجيب ناس اظني اكثر. القطار كم واحد جايب الحين مثلا هذا؟ 99 واحد، لا ما شاء الله جايب كمية. اذيبهم من برا ترى، يعني من برا البلاد، شوف ما شاء الله شغالين القطارات، ياس ينزلون عالم يعني ترى.
ما شاء الله قاعد ينزلون العالم. لا والله شغالين ما شاء الله صراحة، بس ما تشوف أرقام يعني، هذا الغريب في الموضوع. انزين يمكن بتزيد عقب شوي، أظني ويك بيس مرات يشتغل. انزين والله المباني ترى حلوة يا جماعة، بس ألوانها مختلفة. إذا المشكلة في وسط السينماتيك هذا يعطينا كيف هو يبقى حاليا. انزين مشكورين على متابعة هذه الحلقة، نشوفكم في حلقة قادمة على خير إن شاء الله، ويمكن على الأغلب بنكمل على مشروع المطار في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.